عسلامة عسلامة عسلامة. لاباس عليكم؟ الحمد لله. قدموا لي رواحكم. سيوار نقرا بريمير اني ولا حطينا نقرا ان شاء الله ربي ينجحكم. انتم اصدقاء؟ وي. يقولوا ديما الاصدقاء خاصة كي تكون علاقتهم قوية، ديما كي تعرفوا لبعضهم يتعرفوا لبعضهم في عركة. وي ديجا نحن كيكا ديجا ما كناش شكل صحاب، ما كناش نحملوا بعضنا اصلا من الاول. علاش؟ ما نعرفش جونغ، انا خاطر نعرفها جوست معرفة سطحية، كنحسها ما نعرفش ممكن متكبرة، ممكن حاسينهم ما نحملهاش جينيرالمون. من بعد بشوية بشوية كي تويتشي قاعدة تقعد معانا ضحكة فازة وفي فافا مع هزيتك اللي لقيتها رغم اللي ماني صحاب برشا لقيتها واقفة معايا وبشوية بشوية ولينا صحاب على الاخر، جونغ خويت مش صحاب برك. وانتي من الاول حملتها ولا؟ جملة بالحق ما حسيتهاش يعني... معناها شعور متبادل. متبادل اي بالضبط، على خاطر ما حسيتها كمانيش في نفس معناها ما عنيش نفس الحاجه المشتركه ما بيناتنا، وبعد كي تعرفت عليها ولينا اصحاب طلعت عكس اللي كنت نتخيله انا جمله معناها هكاك بالضبط. تعرفت عليها ولينا اصحاب المره الاولى ما نتقابلوش ديما في الكوليج خاطر مانيش نفس الاوقات، بعد ولينا نحكيو سير فيسبوك كاو تحكيوا لبعضكم كل شيء. اي عشان تعرف علي حاجات ممكن انا بيجي ما نعرفهمش. حفظتها معناها توا صحيح دو زون معناها مش برشا معناها معرفتنا ببعضنا تتسمى، اما عرفت عليها برشا حاجات باهيين وحبيتها على الاخر معناها اختي هي مش صاحبتي. عندك صحاب اخرين ولا؟ ايه. شنو الفرق ما بينها وبين صحابك الاخرين؟ يمكن في الطبيعه ما مش كيف يعني، ساعات نلقى حاجات فيها هي ما نلقاهمش في الاخرين، ساعات العكس رغم اللي راهو تجي بيريود نتعاركوا. وتجي بريودة كان نختلفوا في برشا حاجات، أما ندور ونرجعوا لبعضنا على خاطر نتفكروا البيه اللي عملناه مع بعضنا وبرشا حاجات معناه. صحيح كما قلت لك هي عامين ما همش برشا، أما عشنا فيهم برشا حاجات، كسوا حاجات خايبين وباهين وممكن الخايبين أكثر برشا، ذاك عليك خليتني نكبش فيها خاطر بالرسمي لقيتها في برشا أوقات خايبين. ساعات عندك صديقتك كل يوم تقابل فيها والناس الكل تشوفكم صحاب على الآخر وقراب برشا، وعندك صديقتك اخرى ما تقابلهاش برشا، وصديقتك اللي ما تقابلهاش برشا ديك اللي تحكي لها كل شيء. صحيح هكاك بالضبط. ترتاح معاها؟ ترتاح معاها معناها حتى نقعدوا كبريود صغيره ما نتقابلوش، كي نهار اللي نتقابلوا برسك نحكي لها كل شيء معناها اللي صار يعني في بعدها هي وقت اللي بعيد عليا نحكي لها كل شيء ما نخبي عليها حتى شيء. وصاحبتي اللي معايا كل يوم جوست كتعدي معايا في نهاري لاكثر لاقل كهو. انتم هكا علاقتكم؟ هكا بالضبط. كل قداش تتقابلوا؟ بون ما نفوتوش لمحالة، مرة بركة صارت بريود تسمى كبيرة شوية شهر ونص كيك، أما ما نفوتوش نحن جنهالة كانت قبله كل يوم حتى كذا كان مش باش نبقى مع بعضنا حتى جوست نشوفها كهو ونعرف اللي هي نهارها تعدى سبا وين كيف كيف وكهو يزي. في حياتنا اليوم كيفاش نختاروا الصديق الصالح؟ نختاروه كي يكون نيتو باهية معاك يحبك بصدق، نعرفش كيما نقولوا نحنا ما يكونش يتعامل معك بخبيثة، كي تحكي له عبارة تحس في روحك سرك نميته في بير معناه متأكد انه الانسان هذيك باش يقعد سر هذيك بيناتكم بوتيتك مش باش يحكي لحتى حد كهو سيتو ماذا بي عرفتك تبدا العلاقة ياسر محليها بصدق ومحبة كهو. خاطر توا اون جينيرال راهو صعيب على الاخر تلقى صاحب بالرسمي خاطر اللي هذا فما مصالح فما برشا حاجاتك يبدا قاعد معاك فما اللي يشوف فيك مصلحه يعني كيعني قليل وين تلقى كصاحب اللي بالرسمي يحبك ولا اللي يحب لك الخير. واحنا مثلا اللي انا نحبه للروحي نحبه لها هي، واللي ما نرضاهوش في روحي ما نرضاهوش فيها هي زاد ذيك عليه معناها ممكن احنا علاقتنا هكا على خاطرنا ما نحسبوهاش مع بعضنا جمله، عندها هي سو كيفاه معناها راهو عندي انا وانا عندي راهو عندها هي كيف كيف معناها في كل شيء. فاش تعرف صديقك يحبك بالحق ولا لا؟ نعرف وقت لي في غسرة في حاجة نلقاها، نعرف وقت لي أنا نبدأ نصير معناها دي سيتوياسيون نتأكد أنه الإنسانة هذيك مهيش كو غيرة مني ولا بالعكس ساعات في مواقف تحبني أنا خير منها فهمت، ونعرف لي أنا كي باش نعطيها حاجة من عندي من روحي أنا من داخل نبدأ متأكدة يعني اللي هي مهيش باش تحكي لحتى حد كاو سيتو. نعرف لي تحبني زيدا ولا نحبها برش. نحبك على الأخر. ثقة كبيرة هذي. ثقة على الأخر. ثقه على الاخر خاطر مش هكاك من جد بس ما جاتش من لا شيء، الثقه جات من برشا مواقف وفما برشا حاجات خليتك تتاكد من العبد هذاك اللي هو 100% العبد هذاك كصافي معاك ويحبك وخليك تعملهم الكل. الحكايه ترجع للاصل زاده انا اصل الطيب معناها عرفت طفله حبيتك انا عاشرها والكل ما مش
بون مسيح ما مش عمري يعني تاع 10 كبيره برشا ما زيد 15 لي اكي كديزون كي حاجه هكا قعدنا مع بعضنا بعد ما فهميش مش موجوده فما نوعيه نتاع بيت حتى لو كان ما كومش صحاب برشا اصله يبدا به برشا معناها ما ينجمش يفشيلك السر نتاعك ولا ماهيش من تبيعو حاجه هذيك تجبدك ليه ديجا كي تشوف انه الاخلاق نتاعو معناها به على الاخر وطبيعته ياسر محليها تجبدك ليه تولي تحكي له اوتوماتيكمون معناها من غير ما تشعر اصلا العبد الباهي باين راهو حتى كمان العبد كي يبدا خايب وخبيث كما يقولها حبل الكذب قصير وبلي باش تعاشر بلي باش يحاول يخبي كالخيوبيه نتاعو راهي باش تبين حتى من غير ما يشعر باش تبين حتى بعد 100 سنه تبين طبيعي المهم تبين البنات باش مغرومين انا مسرح كيف ودانس من وقتاش مغرومين بالمسرح انا مليانه صغيره على الاخر صغيره في الروضه يعني عامله مسرح عامله عامين مسرح انا مش برش فهذايا مش ملي انا صغيره تغرمت بيه وقتها عمري حاجه يعني في المكتب كيكا باش نتعدى الكوليج تغرمت بيه كيفاش ولد نتفرج ياسر في سيريات ونشوف عبيد نديدي معناها تمثل اكتشفت لي حاجه محليه على الاخر قريت عليه كتب زاده كيف المسرح فن اجتماعي برشا ويحكي على حاجه اجتماعيه ديما يعني الفن يجمع الفنون الكل مسرح خاطر تلقى فيه الموسيقى تلقى فيه الرقص يعني فن ياسر محليه تغرمت بيه وشاركت كما قلت لك في دار الثقافه والكل ما مزلت وماذا بين نكمل دونك فما طموح في التمثيل على الاخر انت زاده حتى انا ممكن الحق ماهوش بيوت خاطر انا قاعده نشوف توا في مانيش قاعده نشوف في ممثلين عايشين بيان يعني وحتى وكان فما اللي عايشين بيان اما بقله قليله اما اللي نشوف فيهم الاكثريه معناها ما يعيشش نقولوا احنا معناها ترى انه الممثل يضرب هكا ويتشهر في فتره معينه من بعدك يطفى يعني تجي بريودك واو الناس الكل تحكي عليه وخدمه ومسرحيات ومشاريع وكل وديكو عادي تجي حاجه هكا تكلي طيح اللي صار الكل معناها الكل فهمت يعني كلازم كمان حاجه تحت راسك نقولوا احنا نار الصنعه ولا حاجه انا مثلا نحب نعمل دروا نحب نطلع قاضيه اما ميم طون نحبك هكا هوايه اوقات فراغ ولا حاجه مسرح غرام مش خدمه انا عندي تمثيل غرام مش خدمه انا نحب كي نحطه معناها في حياتي يعني مستقبلا نحطه كفكره كغرام كحاجه يعني كنت طموحه بها على الاخر نحب نوصل لها لا اكثر لا اقل يعني كاين تحبوا تكونوا ممثلات حاولوا اختاروا خدمه تنجم توفق فيها ما بين ممثله وخدمه قاضيه مثلا تنجم معناها تكون قاضيه وممثله نجم انا مثلا انا نجم نوفق ما نطرش عليها مهنتك يظهر لي ما تسمح لكش الحق هذه الحاجه ما نعرفيش مثلا ما نعرفش انا مهنتي ما نصورش كي بعيد عليها برش خاطر محاميه اما نعرف ممثلات محاميه زاد في نفس الوقت حتى اذا كان مش باش يكون مثلا في تيلي والا في حاجه حتى كتمشي النادي هكا غرام تفرج اي حاجه اصلا انا نحسه يعطي انرجي بوزيتيف على الاخر ريت حتى تبدا قلق حاجه كي تمشي تخرج برشا حاجات نيجاتيف وتتفرهد حتى بينك وبين روحك بس كيف فن حاجه محليها على الاخر باز فن ديك البيرسوناليتي معناها كيف بالضبط ربي يوفقكم البنات يعطيكم الصحه ميرسي بوكو ميرسي بوكو عايشه